بيقول عليك يابا ان انت اتسجنت وان انت ما رحتش الجيش ولا خدمته وان انت فشت من الجيش، ايه رايك في الموضوع ده؟ كذاب. كذاب وقليل الادب. وقليل الادب. قول لهم قول لهم اصل هو بيقول لك ده جدي ومش عارفه ايه، واحنا اصلا ما عندناش حد اسمه سمير رجب ولا نعرف الاسم ده، هو مش قريبنا اساسا. ووالدي اسمه مختار موسى احمد موسى محافظه كفر الشيخ مركزه مدينه بياله، هو فلاح وهو اهوت قدامكم زي ما انتم شايفينه. وبعدين اللي هو سمير رجب ده بيقول ده انا ده جدي وبيتريق علينا، ازاي اتريق على والدي؟ انا راجل كبير زي ده ازاي اتريق عليه يعني؟ ازاي اتريق عليه؟ وبعدين احنا ما نعرفوش وملناش حد في الشرقيه ولا حد في المنوفيه، احنا تبع محافظه كفر الشيخ وهو تبع المنوفيه. وبيقول عليه دكتور، دكتور ازاي؟ هو في دكتور محترم متربي ومتعلم ان هو يقول ده جده بيتريق واتحبس ومش عارف ايه والكلام الفاضي بتاعه ده؟ ازاي يقول كده اساسا؟ احنا على فكره هنرفع عليه قضيه تشهير ان شاء الله، ولازم نعرفه ان هو شهر بصوره والدي ازاي، وان هو دلوقتي هنجيب حق ابويا، وابويا دلوقتي هو مش راجل صغير عشان يستهزأ بيه والناس منزل له لايكات ومنزل له حاجات ويتريقوا ويتعملوا مش عارف ازاي يعني، ازاي يعني يتريقوا على والدي الراجل بتاع ربنا اللي حافظ القران وحافظ كتاب ربنا وما بيسيبش ولا فرد؟ ازاي يعني؟ عايزين الرئيس السيسي يقابل ابويا، يعني عايزينه يقابل السيسي يقابل ابويا، الرئيس يقابل ابويا، والرئيس السيسي لو عايز تاريخ اي حد في مصر يسال ابويا وهو يقول له على تاريخ اي حد في مصر، اي شخصيه في مصر ابويا يقول له على تاريخه. واللهم صل على النبي، ابويا خدم الجيش في اول الخمسينات وما حضرش حرب الاستنزاف ولا حضر 73 عشان الكذاب ده يطلع يقول ده طفش من الجيش. وجدي جدك مين؟ جدك مين؟ احنا اصلا ما نعرفكش وما عندناش حد اسمه سمير في العيله ولا حد اسمه راجل. برده الصور بتاع والدي ديت كانت واحد اسمه محمد فاروق منزلها برده ويقول عم خليفه. عم خليفه؟ عم خليفه مين يا محمد يا فاروق؟ عم خليفه مين؟ ده اسمه مختار المغيزي مش عم خليفه. ابويا انتوا اي كلام عايزين تشعروا وانتوا مش لاقيين حاجه تقولوها؟ انتوا قاعدين على مكاتب وعمالين تقولوا عم خليفه وعم محمود وعم مش عارفه ايه، اي صوره تشبطوا فيها؟ عم خليفه مين يا محمد يا فاروق؟ والصحفي جارنا، الصحفي جارنا ده هو اللي كان منزل صوره والدي لانه هو مصاحب والدي، لانه هو قد احفاده وبيعزه وقال يا جدي تعالى اما اصورك وصوره، وكانت نازله في مناسبه عيد العمال في عيد الفلاح من 2015. جبت الصورة دي منين بقى؟ علشان تقولوا كده، جبت الصورة دي منين؟ ايوه ايوه دي انت هتألفوا على مزاجكم، واحد يقول لك جدي وتحبس، والتاني محمد فاروق يقول عم خليفة، هو اسمه مختار المغازي أحمد. الصورة دي كان مصورة له يوم ما كان عامل التوكيل بتاع الفلاحين، ورايح عامل التوكيل للرئيس للسيسي، كان وهم قاعدين على البحر وجاب من عمال التوكيل وكان بيقول للناس تعمل التوكيل للرئيس. وصوروا يوم كان بيدعي الناس بعيد الفلاحين، كان قاعد بيدعي الناس عشان يعملوا توكيل للرئيس انما انتوا بقى تقعدوا تقلبوا في مزاجكم. تعزيز للفلاحين بتاع تعزيز الفلاحين. رد يا حاج، رد يا حاج، رد عليهم. هرد على الانفار اللي بتتكلم. رد عليهم الناس اللي عماله تقول عم خليفه. انت عم خليفه بتتنس عليك، احنا بنقول لك الناس اللي عماله تستهزأ ولا عندي لقب بده الناس اللي عماله تستهزأ بيك ديت، ما تبقى راجل في السن ده ويستهزأ بيك. الناس ولاد الادب، الناس ولاد الادب ما تربوش.